بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أحييكم بهذه الانطلاقة لشوطنا الثامن لمجمل أشواط الفترة الصباحية لسباقنا المحلي التاسع في آخر أيامه. الموعد بإذن الله 21 من شهر فبراير لبداية مهرجان سباق سمو الأمير البلاد المفدى الذي سوف يقام على مدى أسبوعين متتاليين متواليين. مشاهدينا الكرام، 6 كيلومترات شوطنا الثامن، نتقدم بالتهاني والناموس لكل من فاز، وتمنياتنا ترافق جميع المشاركين العانين القادمين لهذه المشاركة. المركز الأول هذا هو الناوي، الناوي في مقدمة هذا الشوط لخليفة بن أحمد بن علي الضابط الدوسري. المركز الثاني وصل الفارس سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. ننتقل وإياكم إلى مكلف، وهذا نعرف مكلف ونعرف علومه ونعرف إنجازاته. مكلف على المركز الثالث، ومثل ما قلنا لكم معروف هذا القعود، علي بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري. يا مرحبا بك يا ابو مطر في صباح هذا اليوم، يا سلام. المركز الرابع وشاهين، ايضا شاهين من احد الاسماء المعروفه وشعاره معروف، عامر بن محمد بن عامر الجفالي النعيمي. ايها الحفل الكريم، مشاهدي العزيز عبر على قناه البدع، على هذه القناة الناقلة خاصة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هناك أسماء كبيرة ولكن محجوبة عن النداء. هنا نعود إلى مقدمة الشوط وإلى أول المراكز. الفارس في مقدمة هذا الشوط، الفارس في مقدمة هذا الشوط لسالم بن علي بن سعيد البريس المري. المركز الثاني في هذه اللحظات وصل مكلف ومكلف بتكليف مهم في هذا اليوم. يا سلام، مكلف لعلي بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري. يا سلام، في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثالث، ناخذ الثالث، المركز الثالث الباز. يا سلام يا الباز، سعيد بن علي بن هادي بن حفار المري. وهذا شاهين او الباز، اول مشاركة له في هذا الموسم. يا سلام، شعارك كبير يا بن حفار، سعيد بن علي بن هادي بن حفار المري. مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، المركز، وهذا شعار بن مايقه، من يتدخل الى المركز الثاني اهلا بهذا الشعار. شاهين لحامد بن علي بن مايقه الاحبابي، المضمر علي بن محمد بن علي بن محمد المحاربي. المركز الخامس، وهذا شعار العتيبي، هذا شعار العتيبي اللي قادم. ومصيحان، مصيحان، يا مرحبا بمصيحان في هذا الشوط، وبشعار مصيحان سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي اللي قادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه هي النتيجة يا مشاهدينا الأعزاء للخمسة مراكز المتقدمة، 35 اسما مشاركا في هذا الشوط. يا هل ترى من هو صاحب هذا الشوط؟ يا هل ترى من هو صاحب الناموس؟
في هذا المحلي التاسع الذي يسبق مهرجان الأمير، الذي يسبق مهرجان الكبير، الذي يسبق المهرجان القدير. إذن مشاهدين الكرام، 6 كيلومترات وقدمنا هناك يا عبد الرحمن، بنشوف وبنتابع بالعين المجردة، وشعار بن مايقة، شعار بن مايقة، لون الشعار لون العلم القطري، العلم القطري الواضح لدينا، وهذا شعار حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، سعادة حامد بن علي بن مايقة شاهين في مقدمة الشوط. شاهين يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني خطير يا اخواننا، خطير المركز الثاني، خطير. والترشيحات تنصب على هذا الشعار، الفارس المركز الثاني الفارس، واحد الفريس يا سلام في هذا الشوط، الفارس فارس هذه الثرايا لسالم بن علي بن سعيد البريص المري، شعار كبير، شعار يعرفه الكل. السلام المركز الثالث، أمصيحان قادم، أمصيحان قادم يا العتيبي، أمصيحان قادم يا أبو نوار، سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي اللي على المركز الثالث. يا سلام، المركز الرابع مكلف، مكلف قادم على المركز الرابع لعلي بن مطر بن ضابط الدوسري. الله، هذا مرور الكرام، هذا مرور الكرام من غير الإذن. يا سلام يا سلام، هذا المنطلق، وهذا هو وذنان، وذنان اسم كبير، وذنان قادم بشعار الكبير، شعار صائد الرموز، محتكر رموز الحيل. يا سلام، شعار غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين قادم في هذه اللحظات، وذنان قادم، وذنان صاحب إنجازات، وذنان أعرفه جيدا، رصيده فل بالإنجازات، رصيده فل بالإنجازات، رصيده راعي إنجازات. يا سلام يا سلام، هذا وذنان اللي انطلق، غير الأمور في لحظة، في لحظة غير الأمور. المركز الثاني يا سلام، والأمور راكدة يا إخواننا، شوت المركز الثاني، المركز الثاني وافي، وافي وافي بن وافي لسيد هيان بن حمد بن هيان العابري. الله يا لعوينه، الله يا لعوينه، هذا وذنان انطلق، وذنان من ميدان الشحانية إلى العوينة، هناك المسافة قريبة، ولكن بنسلم، بنطرش السلام، بنطرش الناموس إلى العوينة، العوينة، العوينة مع غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع وذنان في هذا الشوط. الله، هذه لحظات الإنجاز للفوز. المركز الثاني، المركز الثاني وافي لهيام بن حمد بن هيان العامري، المركز الثالث شعار البرنز الذيب لحمد بن حمد بن طالب العقيل، حمد بن محمد بن طالب العقيل. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لعابر بن حمد بن جفال النعيمي. المركز الخامس، وصلنا بالمركز الخامس شمان لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. ايها الحفل الكريم، تهانينا والناموس لمالكي وذنان، وذنان هنا لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. وذنان تعود ملكية لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، توقيتها الزمن 9:37:80، توقيت ليس سهل يا اخواننا. المركز الثاني وافي على المركز الثاني، الملكية تعود لنهيام بن حمد، نهيام بن حمد بن هيام بن سالم العامري. توقيت الزمن 9:41 و50 جزءا او 60 جزءا من الثانية. المركز الثالث،
الديب وصل على المركز الثالث لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. توقيت الذيب 9:45:54 جزءا من الثانيه.